الساعة 6:30 بعد أذان المغرب مباشرة إن شاء الله، لكن هعرض عليكم الخريطة بقى كاملة ابتداء من أذان المغرب. هنشوفها مع بعض بالمواعيد بالظبط، نشوفها معاكم. الساعة 7 مساء هيبقى اغلب السقة. مين هيغلب السقة؟ امبارح كنا بنتكلم مع النجم احمد السقة، بنتكلم مع فريق العمل كله، مين هيغلب السقة؟ كل يوم هيبقى فيه نجم مش عارف، وغالبا السقة هيغلبهم كلهم يعني. المهم ان احنا هنشوف، لكن كمان اللي هيغلب واللي هيكسب هو المشاهد، المشاهد اللي هيتفرج ويستمتع بالسقة وضيوفه، وهيكسب جايزة لو جاوب على السؤال كل يوم. دي أول حاجة هتشوفوها كل يوم مع اغلب السقة، بعديها على طول بعد التتر ما يخلص، هو تتر سريع جدا، هيبقى فيه ضيف السقة النجم اللي هيلعب معاه. زي ما قلت لحضراتكم ده فورمات، أو اتكلمنا امبارح في الموضوع ده وكان مشرفنا إنه ده شكل دولي للبرامج بيتم تطبيقه، لكن التطبيق بتاعه في مصر النسخة المحلية إن شاء الله هتبقى يعني إيه، هتلقى قبول منكم لأنها فيها مفاجآت كتير جدا. كل حاجة بتحصل على ام بي سي مصر على مدى شهر رمضان بتشرف ان انا بعلنها وبعرضها لحضراتكم لاول مرة النهاردة في ليلة رمضان صحيح، لكن بتشرف واقول كمان انه لو بصيتوا على كل برنامج او لو بصيتوا على كل عمل درامي او مسلسل بيتم تقديمه على مدى ال 30 يوم هتلاقوا انه هو نفسه كل يوم عمل منفصل بذاته، حتى اللعبة فيها شيكو وهشام لكن كل يوم في لعبة جديدة.